الاستقلال. لماذا هذا النظام يدعو منذ قيامه على رفض أي شيء له علاقة بالحرية والتحرر؟ ثورة شعب البحرين المظفرة التي انطلقت في 14 من فبراير من العام 2011 كانت تهدف لأمرين: التحرر والتحرير. التحرر من الاستبداد، من العبودية، من الاستعباد، من الحكم المطلق للعصابة الخليفية، كما كانت أيضا تتطلع للتحرير، تحرير الأرض من كل مغتصب، من كل محتل. وسيبقى هذان الشعاران والهدفان قائمين لدى المواطنين، لأنهم لا يريدون العودة إلى الماضي، ذلك الماضي الذي عاشوا فيه مستعبدين، عاشوا فيه منتهكي الحريات، عاشوا فيه تحت ظل الاستعباد والاستبداد. إذن لماذا يرفض هذا النظام أن يعترف بالرابع عشر من فبراير يوما لاستقلال البلاد؟ لماذا لا يعترف به يوما وطنيا؟ ما الذي يجعله مصرا على إجبار المواطنين على الاحتفال بيوم السبت 10 من ديسمبر، السادس عشر من ديسمبر، واليوم الذي تولى فيه والده الحكم بعد رحيل جده، بعد رحيل سلمان بن حمد جد الطاغية الحالي؟ لماذا هذا الإصرار؟ لماذا هذا الرفض المتواصل؟ شعب البحرين وثواره مصممون على إعادة الأمور إلى نصابها. لن يسمحوا بتزييف التاريخ، لن يسمحوا بتزييف وتغيير السكان، لن يسمحوا بضرب البحرين من داخلها، لن يسمحوا بتغيير طبيعة هذه التربة التي أنجبت العلماء، أنجبت الأبطال. أولئك الأبطال الذين ينزحون الآن إما في غياب السجون أو قد صعدت أرواحهم إلى السماء ودفنت أجسادهم تحت الثرى. أولئك الأحرار إنما نهضوا من أجل تحرير هذه البلاد، إنما نهضوا باستعادة الحق السليم، الحق الذي سلبه هؤلاء الطغاة أكثر من 230 عاما. الآن نتحدث عن الاستقلال ولماذا يرفضوها هؤلاء. يجب أن نعرف أن الحكم الخليفي بقي ملعونا من المملكة البريطانية طوال 150 عاما، من 1820 حتى 1971، 150 عاما، وهذه العائلة تتمتع بالدعم العسكري والأمني والاقتصادي والسياسي البريطاني. إذا عندما قرر البريطانيون الانسحاب إما لأسبابهم الاقتصادية أو تحت ضربات الشعب الذي خرج مرارا في الخمسينات والستينات وهو يهدف يسقط الاستقرار، وقد شاركنا في مسيرة وفي اعتصامات وفي مظاهرات 65 التي خرجت أيام الامتحانات النهائية للمرحلة الدراسية الابتدائية. كنا نهتف ضد الاستعمار، وكنا نهتف ضد تسريح العمال من شركة النفط. كان الواحد منا كان برغم صغر سننا كان يتطلع للمستقبل، المستقبل الخالي من الاحتلال، الخالي من الاستعباد ومن الاستكبار ومن هذه الدكتاتورية. شعب البحرين انتفض مرارا ضد الاحتلال البريطاني، وكان نصيبه أن تحرر. الخليفيون لا يريدون الاعتراف بأن شعب البحرين تحرر من أكبر دولة في ذلك الزمان، لأن ذلك يعني أن هذا الشعب إذا استطاع أن يتحرر من تلك الدولة العظمى ومن بريطانيا العظمى فإنه قادر على أن يتحرر من هذه الفئة الصغيرة، العائلة التي جاءت في غسق الليل واحتلت البلاد ظلما وجورا. لا يريد أن يعترف بأن شعب البحرين قادر على صنع الأجيال والبطولات وقادر على صنع الحرية والتخلص من الاحتلال، ولذلك ينكر هذا الطاغية وأسلافه الاعتراف باليوم 14 من أغسطس من كل عام يوما للاستقلال، ويصر على أن
يحيي السادس عشر من ديسمبر كما ذكرنا يوما وطنيا. أي يوم وطني هذا الذي يصعد فيه طاغية بعد طاغية بعد رحيل طاغية للآخر؟ ما هو لا أهمية في هذا اليوم؟ طبعا هو يدرك أن اليوم السابع عشر من ديسمبر هو يوم الشهداء، اليوم الذي سقط فيه الشهداء تباعا، ولذلك هو لن يهنأ يوما لعيده الوطني، لأن الشعب سيستعد منذ مطلع شهر ديسمبر للاحتفاء بعيد الشهداء. الشعب ثار في الرابع عشر من فبراير من عام 2011 ضد وضع غير طبيعي، ضد طاغية نكت العهود ووعد ولم يفد عهوده، وبدأ حكمه بسياسة يهدف منها لإبادة الشعب، إبادة السكان الأصليين واستبدالهم بأجانب. ما يميز حكم هذا الطاغية أنه منذ اليوم الأول تبنى أمرين، تبنى التغيير السكاني وتبنى الطائفية وسيلة لتحقيق هذا التغيير. فعين رئيسا لديوانه شخصية طائفية معروفة بطائفيتها، وبالتالي فهو يسعى من خلال ذلك لإبقاء شعب البحرين مقسما، لكي لا يستطيع هذا الشعب أن ينهض كتلة بشرية واحدة في وجه الطغيان والاستبداد، ويحيل البلاد من حالها في الوقت الحالي إلى بلد ينعم بالحرية ويأمن فيه المواطن على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله. هو يرفض ذلك، ولذلك ثار الشعب، وثورة الشعب هذه المرة ليست بس حتى. نعم، هذا الشعب يحيي ذكريات الأوائل، يحيي ذكريات الأبطال الذين بدأوا ثورتهم ضد الظلم الخليفي منذ العشرينات من القرن الماضي، عندما انتفضوا في عام 1922 ضد السخرة، تلك السخرة الذي كان الخليفي بموجبها يجبر البحراني على أن يقود حماره، والخليفي جالس عليه، ويكون هذا البحراني ماسكا بقيد الحمار، وأيضا رافعا بالمظلة لتقي هذا الخليفي حر الشمس، فيمشي به من المنامة إلى الرفاع. كان ذلك ذروة في السخرة. هذا البحراني الذي اختلط ثرى بلاده ببقايا أجداده، بأجساد أجداده وأسلافه، هذا البحراني يهان في بلده، يهان من قبل هؤلاء الذين جاءوا في غسق الليل وفي صحبة مظلمة من التاريخ البشري ليضعوا أيديهم على الأخضر واليابس وليذلوا هذا الشعب ويهينوه. ولذلك الشعب انتفض انتفاضة الكرامة في العام 1994 واستمر أكثر من 5 سنوات. هذه المرة نريد أن أرسل رسالة للطاغية بأننا قادرون على الاستمرار في ثورتنا حتى نحقق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا، والتي أيضا وضعها أسلافنا. ما يطالب به البحرانيون اليوم وما طالب به الذين انتفضوا في العام 1922.